مشاهدينا صباح الخير عليكم، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. ظهرت نتيجه الثانويه العامه وبيوت كتير فرحت، الحمد لله الف مبروك، وبيوت كتير للاسف اتنكدت. ولاننا في بلد شهادات صحيح، فالناس كلها متخيله ان مستقبل بلادها واقف على الشهاده، بس الحقيقه ان المستقبل ملوش علاقه خالص بدراستك ولا علمك. الشهاده خطوه في الطريق، بس لا يمكن طبعا تحدد إذا كنت هتنجح في الطريق ده ولا لأ، أو في مستقبلك ولا لأ. هونوا على نفسكم، اللي حاكمين البلد ومتحكمين في مستقبلها كله ما بيعترفوش بالشهادات، وهما كلهم 50% أصلا. التعليم مهم والدراسة مفيدة جدا، بس مش هي نهاية المطاف. ممكن يكون تعليمك متوسط وناجح جدا في حياتك وفي شغلك وفي كل حاجة، وممكن يكون معاك أعلى الشهادات والفشل محوطك من كل ناحية. مش معنى كلامنا إن اللي اجتهد وحقق نتيجة نغفل عن نجاحه، لا طبعا. الأصل إن الناس تجتهد عشان تنجح، واللي نجح وحقق نتيجة عالية نقول له ألف مبروك يا رب دايما في زيادة. بس برضو ما ينساش إن دي البداية مش نهاية المطاف. الثانوية العامة رحلة كفاح أهالي وبيوت سهرت بالليالي ودفعت كتير من فلوسها عشان الدروس وعشان اللحظة دي. النجاح حلو والفشل صعب، بس اللي لازم نتعلمه من درس الثانوية العامة إن اللي بيجتهد في أي حاجة ربنا بيكرمه، واللي بيجتهد وبيتعب ربنا بيجازيه حتى لو مش في نفس الوقت. اتعبوا واجتهدوا، واللي ربنا يوفقه ويشكره، واللي ما يحلفوش التوفيق يعرف ان دي مش نهاية العالم، وان لسه في الحياة فرص كتير. الف مبروك لكل طلبة الثانوية العامة اللي نجحوا بمجموع عالي وجابوا فعلا التقدير اللي كان نفسهم فيه، وان شاء الله اللي ما جابش المجموع اللي كان نفسه فيه دي مش نهاية العالم. قدامك الحياة كلها، معترك الحياة واسع قدامك، تقدر تنجح وتحقق اللي بتتمناه قدام، ما هياش الفرصة وانتهت. اتمنى يا رب التوفيق لكل طلبة الثانوية العامة. We'll be right back.